السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي أحياء للصف الثالث متوسط، راح نلخص الفصل الثالث الجهاز العضلي صفحة 40. صفحة 42 هذه المقدمة ما بيها شيء، بس هذه تعريف تركيب العضلة. تتكون العضلة من ألياف خيطية دقيقة جدا تسمى الليفات العضلية، تتجمع مع بعضها مكونة ليفا عضليا، والتي تنجمع أو تتجمع هي الأخرى مكونة حزمة من الألياف والتي تكون العضلة. هذه تركيب العضلة. اقرأ صفحة 43 أنواع العضلات في جسم الإنسان. أنواع العضلات في جسم الإنسان صفحة 43. أولاً العضلات الهيكلية، مجموع العضلات الجسمية المرتبطة بالهيكل العظمي والتي تحرك جسم الإنسان أو جزء منه كاليدين من مكان إلى آخر. تشكل هذه العضلة المتصلة بالهيكل العظمي أغلب عضلات جسم الإنسان، إن تقلصها تكون تحت سيطرة وإرادة الفرد، وتتألف العضلة من خلايا وألياف عضلية اسطوانية عديدة النواة طويلة جدا تصل طولها إلى 130 ملم، تتجمع في مجاميع تسمى الحزيمات، وهذه تجمعها مع بعضها تكون العضلة الهيكلية. ما هي مميزات العضلة الهيكلية؟ عندي نقاط. أولاً عضلات حمراء اللون مخططة تحتوي على مجموعة من الألياف التي تعمل بتنسيق تام مع بعضها. 2 عضلات إرادية يمكن السيطرة عليها من قبل الإنسان. 3 عضلات كبيرة تشكل الجزء الأغلب من عضلات الجسم مثل عضلات الساق والذراع، ترتبط بالعظام عن طريق الأوتار وقسم منها تتصل مباشرة بالعظام وبالجزء المتحرك كالعين. عضلة اسطوانية مخططة عديدة النواة جانبية الموقع. هذه العضلات الهيكلية ما بها شيء، يعني هنا العضلات الهيكلية بس مميزاتها. نجي على العضلات الملساء. العضلات الملساء توجد في جدار القناة الهضمية وأقسام أخرى من جسم الإنسان. يعني يقول لك وين وجود العضلات الملساء؟ في أقول له جدار القناة الهضمية وأقسام أخرى من جسم الإنسان. إن تقلص هذه العضلات لا يكون تحت سيطرة إرادة الفرد، وبهذا سميت بالعضلات الإرادية. نقول له لماذا سميت بالعضلات الإرادية؟ يعني هنا علل لماذا سميت بالعضلات الإرادية؟ أقول له لأنها إن تقلص هذه العضلات لا يكون تحت سيطرة إرادة الفرد، يعني هذا الجواب. تتألف العضلات الملساء من خلايا طويلة مغزلية بالشكل، تحتوي على نواة عضوية مركزية الموقع والسيتوبلازم، تحتوي على حزم من الخيوط العضلية الدقيقة. مميزاتها: أولاً تتألف من ألياف عضلية مغزلية أحادية النواة تقع في مركز الخلية وهي غير مخططة. 2 عضلات لا إرادية لا يسيطر عليها الشخص كعضلات الأمعاء والأوعية الدموية والمعدة. 3 لا ترتبط بالجهاز الهيكلي. هسه هي عندنا عضلات الهيكلية والعضلات الملساء والعضلات القلبية. هسه ننتقل إلى صفحة 44 العضلات القلبية. يوجد هذا النوع من العضلات في جدار القلب، تقلص العضلات القلبية هو غير إرادية. طبعا العضلات القلبية غير إرادية. وكل ليف عضلي قلبي يتألف من ليفات مرتبة طوليا ومخططة عرضية بصورة تشبه فيه ليفيات الليف العضلي الهيكلي. ما هي مميزاتها؟ أولا عضلات مخططة حمراء متفرعة أحادية أو متعددة النواة، لها أقراص بينية وهي بمثابة الغشاء الخلوي الفاصل بين كل خليتين من خلايا
عضلة القلب. اثنين، عضلات لا إرادية. ثلاثة، توجد في عضلة القلب فقط. زين، نجي على صفحة 45. صفحة 45 ميكانيكية تقلص وانبساط العضلات. عمل العضلات الجسمية مع الهيكل العظمي وفقا لقواعد الفيزيائية ومبدأ العتلات وتوازن الجسم وانثنائه ثم استقامه وتوازنه. أثناء قيام الإنسان برفع ثقل ما، فإن هناك توازنا العملية، أي أن الشخص يجب أن يقوم بتحريك أجزاء أخرى من جسمه لتوزيع القوى كانفراج القدمين، كما أن موقع الجمجمة مركزها على فقرة الأطلس يتيح تحريك الجمجمة للجهات المختلفة دون عناء أو فقدان في التوازن. وعند الركض يلاحظ أن شخص يمد قدمه اليمنى ويده اليسرى للأمام، بينما تكون القدم اليسرى واليد اليمنى للخلف. وذلك هنا علل، اكتب هنا علل، هنا علل وهذا الجواب. يقول لماذا تكون القدم اليسرى واليد اليمنى للخلف؟ أقول له وذلك لغرض توزيع القوى على محور الجسم. هناك تنسيق في عمل العضلات الجسمية، فمثلا في عضلة اليد، عضد اليد، تتقلص العضلة الثنائية فيتقرب الساعد نحو العضد، وبتقلص العضلة الثلاثية يبتعد الساعد نحو العضد. يعني بعضد اليد العضلة الثنائية تتقلص ويتقرب الساعد نحو العضد، وبتقلص العضلة الثلاثية يبتعد الساعد عن العضد. أما في الفخذ، العضلة الرباعية الفخذية إذا انقبضت أصبح الفخذ بامتداد الساق. تقسم العضلات إلى عضلات باسطة وعضلات قابضة، وهناك عضلات مقربة كالتي تقرب الذراع نحو منتصف الصدر، مثل العضلة الصدرية الكبيرة وعضلة مبعدة كالتي تبعد الذراع عن منتصف الصدر، مثالها العضلات الدالية في الكتف. انقباضها يؤدي إلى ارتفاع الذراع وابتعاد عن الجسم. وعضلات مدورة، العضلة القصية الترقوية التي تدير الوجه. إن حركة عضلات القلب والأمعاء والمعدة تتم بتقليص وانبساط العضلات بصورة منتظمة لا إرادية. انتقل إلى صفحة 46. هنا سؤال يقول لك كيف يتم عمل العضلات؟ شلون يتم عمل العضلات؟ أولا ثلاث نقاط. يقوم الدماغ بإصدار الإيعاز للعضلة بالحركة من خلال التفرعات العصبية من النخاع الشوكي، تنتقل بعد ذلك إلى الأعصاب المحيطية، وهذه الأعصاب تتصل بالعضلة بواسطة ارتباط خاص يسمى الوصلة العصبية العضلية. اثنين، عندما تتسلم العضلة الإيعاز تبدأ بالتقلص أو الانبساط حسب الإيعاز الوارد لها من الجهاز العصبي المركزي. التقلص والانبساط في العضلة يتم بصورة تشبه إلى حد ما انتقال التيار الكهربائي. هسه ننتقل إلى الإيعاء العضلي. يلا بقالنا شوية بالتلخيص الفصل الثالث، خل نلخصه كله لأن هو ما بيشي، بسيط وقصير، وبعدين نحل الفصل الثاني بمحاضرة اللخ. العضلة، يلا عيني، الإيعاء العضلي. نقول تحتاج العضلة للقيام بعملها إلى الأكسجين وسكر الجلوكوز، وتقوم بالأكسجين بحرق السكر لتحرير الطاقة، وينتج باستمرار هذه العملية ثنائي أكسيد الكربون والماء وحامض اللبنيك، وعلى النحو الآتي. بعض هذه وزاري جابوها، قالوا ما هي، أو نقول شو نقول، ما هي معادلة ثنائي أكسيد الكربون والماء وحامض اللبنيك، أو معادلة الإيعاء العضلي. يعني هذا وزاري أقول سكر الجلوكوز والأكسجين ثنائي أكسيد الكربون زائد ماء زائد طاقة زائد حامض اللبنيك. إذا من توفر الطاقة اللازمة
الأكسجين والراحة لكي تعمل عضلات الجسم بالصورة الطبيعية. وبخلاف ذلك فإنها تصاب بالتعب، وإذا استمر الشخص بالعمل عضلاته متعبة فإنه سيصاب بالإعياء. باعوا الإعياء تعريفه، وهذا وزاري، وهو أقصى درجات التعب. يظهر آثاره بأولا، هاي أعراض الإعياء: عدم استجابة العضلة للعمل بالرغم من إصدار الأوامر لها من الجهاز العصبي، تسارع ضربات القلب وارتفاع درجات حرارة الجسم، وتعب شديد وتعرق وعدم المقدرة على التركيز. يعني تعريف الإعياء وأعراضه، أعراضه هذا ني وزاري. هسه صفحة 48، صفحة 48 هنا عندنا هذه مهمة. يقول لك: ما هي الصفة المشتركة بين العضلات والمرساة والقلبية؟ شنو الصفة المشتركة؟ تقلصها لا إرادي. هذه خلينا نقرأ: كفاءة العضلات تقل في الأماكن المغلفة. دقيقة. كفاءة العضلات تقل في الأماكن المغلقة وفي حالة التعب والجوع والمرض والتدخين وتناول الكحول والمخدرات وتقدم السن. تناول المنشطات يؤدي إلى الإخلال بعمل العضلات. الشلل الرعاشي هو خلل عصبي وليس عضلي. رقة جفن العين يعود إلى تعب في العضلات المحركة للأجفان. الحول هو خلل في العضلات المحركة للعين، يمكن إصلاحه بالتداخل الجراحي. الإجهاد العضلي يختلف عن الإجهاد العصبي. زين، ننتقل إلى صفحة 49، بس هذه الصفحة، أو نختم المحاضرة لأن بعد خلص الفصل. هنا عندنا الصداع تعريفه: هو ألم في عضلات الرأس وخلل في دوران الدورة الدموية، أو بسبب الجيوب الأنفية، أو الإجهاد، أو التعب، أو الحمى، أو أمراض العين، أو أمراض العين وارتفاع الضغط وغيرها. ونقول الدوار هي تعريفه: هي حالة يمكن أن يمر بها الإنسان بسبب فقر الدم أو رداءة التهوية. لهنا يعني ونختم المحاضرة، وإن شاء الله على المحاضرة الأخ نحل مراجعة الفصل الثالث.